الصحف القديمة. يا سلام. يا الله. كم تاريخها هذه تقريبا؟ هذه 1373. 1953. ملك الملك سعود. 1373. ملك سعود. كان اسمها البلاد ظهر أول جريدة أول صحيفة. بلاد سعودية بالضبط. صحيفة الشعب العربي السعودي. صرف. كم؟ 236. لا 2,360,000 لمخصصات الضمان الاجتماعي إن شاء الله. أقدر أقرأ لأني ما وصلت المبلغ هذا. البرض والبلاد. أي البلاد يبدو لي إنها أقدم. صحيفة والله أعلم. نشوف تاريخها موجود الظاهر. تأسست عام 1378. هذا التاريخ 1383. شاي. إيه شاي. يا الله. شاي لبتو. شف تأسست 78 وهذا العدد 83. نعم. بتاريخ كم؟ عام 383. 1383. تصدر بمدينة جدة 1963. الملك فيصل الله يرحمه كان ولي العهد. إيه على هذول الملك السعودي ذا. إيه. ما شاء الله. يعني كان مرتب الشغل صراحة. الله يا. عاد في المناسبات وفي الأعياد يكون تضاف مجموعة من المخطوطات في القسم الأسفل يعني. إيه. إيه نعم. إيه. تكون بشكل أكبر تتسع فيها. هذه مختصرة للزوار يعني. ولكن في المناسبات تكون فيها مخطوطات أكثر والمخطوطات الأصلية تجاب يعني في هالمكان. إيه لأن أصلاً المخطوطة صعب الحفاظ عليها. إيه نعم. لا فيه لهم قسم في مدينة الرياض. معرض خاص بالمخطوطات. ما شاء الله. أو نعم متحف خاص بالمخطوطات في مدينة الرياض وينقل بعض من جزء منه في المناسبات وفي الأعياد يعرض هنا. وهذه برضه قديمة الأواني. جميع الأواني هنا أشياء قديمة. نعم. الله. يمكن اطلعنا على المصحف اللي موجود تحت يعود تاريخه لتقريبا 250 هجرية. اللي تحت المصحف اللي تحت. اي نعم. يمكن لان هنا بعض الاواني القديمة. هذا مكتوب لها تاريخ 1337. ورقم ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل مرسلة الى محمد افندي تتضمن مبلغ 1400 ريال الى حمد قصيبي. مؤرخة ما بيلمس شيء عشان اجيب العيد. كويس والله شيء جميل جدا. شوف الملك فهد. ايه الملك سلطان يمكن. لا لا سلطان احمد بن عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. طيب حياكم الله. يا تفضل.